صاد الجنوب، أهلا بكم. حذرت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي من مؤامرة تستهدف محافظة شبوة وأبنائها في ظل التخادم الواضح بين ميليشيا الإصلاح والحوثي. الهيئة شددت في اجتماع لها اليوم برئاسة الرئيس القائد عيدروس الزبيدي رئيس المجلس على ضرورة رفع مستوى التعبئة العامة وحشد الطاقات لمواجهة أي عدوان يستهدف أرض الجنوب. كما وقفت أمام الإحاطة الأخيرة للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن اليمن، وأكدت أن عدم وصول المجتمع الدولي لإدراك أن حل الأزمة اليمنية يكمن في إعطاء شعب الجنوب حقه في استعادة دولته يزيد من تعقيد الأزمة. استقبل رئيس الإدارة العامة للشؤون الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي محمد الغيثي اليوم الاثنين في العاصمة عدن السيد أخيم فاجت المدير الإقليمي لمؤسسة فريدريش إبرت والسيد محمود قياح القائم بأعمال الممثل غير المقيم ومدير البرامج والسيدة ميادة البيضاني مدير برامج الشباب والمرأة. ناقش اللقاء سبل التعاون المشترك بين مؤسسات وهيئات المجلس الانتقالي الجنوبي ومؤسسة فريدريش إبرت الألمانية بهدف دعم المشاريع والبرامج ذات الصلة بعمل المؤسسة في مختلف مجالات عمل مؤسسات وهيئات المجلس. دشنت الهيئة العليا للتأمين الصحي للقوات المسلحة الجنوبية والأمن اليوم العمل في إعادة ترميم مستشفى عبود العسكري في مديرية خور مكسر بالعاصمة عدن. عملية التأهيل ستشمل مدرسة الجندوحة الطبية للتدريب والتأهيل ووحدات المخازن والصيدلية المركزية والآشعة والعيادات الخارجية ومبنى الهيئة العليا للتأمين الصحي للقوات المسلحة الجنوبية. طالبت منظمات حقوقية وناشطون جنوبيون بسرعة إطلاق سراح المهندس الجنوبي أحمد عاطف جابر المعتقل لدى قوات الإخوان في مأرب دون مسوغ قانوني. الناشطون أطلقوا هاشتاج اختطاف اليافع بمأرب مطالبين بإنقاذ حياته ومعبرين عن الخشية من تعرضه للتعذيب في سجون الإخوان السرية بمأرب التي يقبع فيها منذ شهرين. نهاية الحصاد لهذا اليوم، إلى اللقاء.